لمسة إبداعية أضفت على المكان طابعاً جمالياً تمثلت في المبادرة التي أقدم عليها طلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة قسنطينة من خلال حملة تطوعية أطلقوها على أماكن عدة بمدينة قسنطينة، على رأسها المواقع السياحية التي يكثر زوارها. فقد كانت الانطلاقة بمشروعهم التطوعي بالسلالم المحاذية للجسر المعلق سيدي مسيد المؤدية إلى مرتفعات مشفى بن سينا المطل على وادي الرمال. المبادرة هذه دارها تلميذ كان يقرأ في مدرسة الفنون الجميلة منخرط في جمعية علماء المسلمين. حنا المبادرة هذه عجبتنا بزاف، بس نخرجوا للشارع نزيدوا نعبيوا خبرة خلاف، وهي الأول من نوعها في مدينة قسنطينة. كاين الناس اللي ما عجبتوش بيسكا قال لك كون خليناها بالحلة القديمة خير نيطواياج ومنا، كاين الناس اللي عجبتهم بزاف. حنا الفكرة تاعنا كانت تنحصر في عاصمة الثقافة العربية، ما حبيناش نخرجوا على الحدود تاع على هذه الفكرة. خدمنا القاف، خدمنا الزخرفة إسلامية، زخرفة أمازيغية بيسكا، وزيدوا تطلعوا الفوقانية وتشوفوها. خدمنا جسر سيدي راشد بيسكا، معلم معروف قسنطينة. حنا طلبة تاع مدرسة الفنون الجميلة حبينا نشاركوا في عاصمة الثقافة. بون الدولة دعمتنا بماتريال وحنا نقدموا الشيء اللي عندنا. نتمنى منها تعجب ماشي سكان قسنطينة برك، ما ملي يجيوها كامل. اللوحات الفنية التي زين بها المكان جميعها مستوحى من الثقافات التي اجتازت قسنطينة عبر مختلف عصورها، على غرار الثقافة الأمازيغية والنوميدية والإسلامية العربية والعثمانية وحتى اليهودية باعتبار وجود اليهود في شمال أفريقيا بعد سقوط الأندلس لا سيما بقسنطينة. وهذا خير دليل على انفتاح وتعايش الحضارة الإسلامية. خيرت التام هذا باش نبين الثقافات اللي مرت على قسنطينة. عندك الثقافة الأمازيغية، العربية الإسلامية، اليهودية اللي ما ملي تواجدوا لهن درت لي زانسين تاعهم الحروف تاعهم. ودوك نزيد بربي ان شاء الله حندخل تركيا ولا العثمانية بصفة عامة، خطرك شي كاين في الدرابو اللي كان حاكم بيلك الشرق السيف اللي عنده حدين. أفكار الشباب في حاجة إلى من يدعمها، وعالم الأفكار أسطوانة يحملها الإنسان منذ ولادته، ولكل مجتمع أسطوانته وأنغامه الخاصة به التي تميزه عن غيره من المجتمعات، كما يقول المفكر مالك بن نبي. محمد فاروق طولبية، قناة الوطن الجزائرية من قسنطينة.